عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل وشرح كتاب بيت باي بيت 2024، بداية من بيج 8. نبدأ بسم الله تعالى. نبدأ طبعا مع بعض التدريبات. بيقول لي listen, point and number، يعني استمع وأشر ورقم. a park، حديقة أو منتدى. a plant، نبات. a river، نهر. a flower، زهرة. a grass أو grass، عشب. a tree، شجرة. طبعا هنا مرقم لي البنش، المقعد هنا عندي، في كاتبه لي نمبر 1 اللي هي الحديقه، يعني بارك الحديقه. عندي نمبر 2 a plant، plant النبات، plant النبات. نشوف النبات مع بعض، وهي طبعا جايب لي النبات، يبقى دي نمبر، نبات نمبر 2، يبقى نمبر 2. بعد كده جايب لي a river، a river نهر نمبر 3، نرقم النهر نمبر 3. نمبر 4 a flower، زهرة. flower يبقى دي نمبر 4. نمبر 5 grass، عشب، يبقى نمبر 4. نمبر 6 a tree، شجرة، يبقى دي نمبر 6. بعد كده عندي بيج 10 صفحة 10. ماتش، وصل. بارك، حديقة، اوصل طبعا الحديقة. beautiful، جميل، وصل مع بعض، جميل، beautiful. river، نهر، وصل النهر. rainbow، قوس قزح. bench، مقعد، وصل البنش. بعد كده look، انظر. and circle، وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة. عندي طبعا الصورة بتعبر عن زهرة، يبقى flower، زهرة، أما fish معنى سمكة. number 2 bench، مقعد. plant، نبات، نبات طبعا الإجابة الصحيحة. في نمبر 3 تري، شجرة، أما grass أو grass العشب، دي إجابة صحيحة. أنا عندي طبعا عندي grass العشب، bird طائر. في بيج 11 صفحة 11 and scramble، يعني إعادة ترتيب طبعا، and write، واكتب. bench المقعد، river، park، flower، لور الزهرة. شوف طبعا الكلمات الناقصة. beautiful، grass دبل اس، plant نبات، rainbow اللي هو قوس الايه، rainbow قوس القزح، او دبليو تنطق او او، rainbow rainbow. شوف مع بعض، عندي طبعا الحديقة، احنا قلنا للسؤال عن شيء موجود مفرد باستخدام is there زائد اسم مفرد او شيء مفرد. اذ هنا عندي بارك، حديقة، مفرد، استخدم are ولا is؟ طبعا is مع المفرد، يبقى is there a park، هل يوجد ايه، حديقة. so number 2 there is، there is هنا يوجد المفرد. flowers زهور جمع ولا flower زهرة واحدة؟ يبقى طبعا عندي هنا a معناها واحد من، يبقى عايز اسم مفرد على طول، a زائد اسم مفرد flower زهرة. number 2 is there a برضو، طبعا pinch is مقاعد، لا انا عايز ايه، pinch واحد بس، مقعد واحد. بعد كده number 6 rearrange relative the following words، الكلمات التالية to make، لكي تكون. meaning full، يعني لتعطي جمل مفيدة أو ذو مفهوم أو يعني كلمات معبرة. sentences meaningful sentences، يعني جمل معبرة أو مفيدة. there is a أو إيه، يعني rainbow يعني يوجد قوس قزح. in يعني في. the sky السماء. number 2 there is معناها يوجد المفرد. there is a واسم مفرد. flower يوجد زهرة أو ورد. number 3 is، نبدأ طبعا is there للسؤال عن شيء مفرد. is there a واسم مفرد، يعني اسم مفرد عندي هنا مين، river، river. يبقى قاعدة بتقول is زائد there زائد a واسم ايه، شيء مفرد. وانا بستفهم اس بمعنى هل،
للسؤال عن شيء موجود مفرد. بعد كده بتكلم على ال water had three states، يعني لها طبعا ثلاث حالات. يقول لي solid صلب، liquid سائل، gas طبعا اللي هو الغاز. very hot water المية السخنة is steam بتكون بخار. الستيم البخار is a gas بيكون ايه؟ غاز. يبقى تاني very hot water ماء السخن is steam بيكون بخار، steam البخار is a gas بيكون غاز. number 2 water is a liquid المية بتكون ايه؟ سائلة. number 3 very cold water is ice المية الباردة بتكون ايه؟ تلج. الايس بقى التلج is solid بيكون صلب. ده الشكل طبعا بتاعه. شوف مع بعض، عندي gas غاز، liquid سائلة، solid صلبة. this water is طبعا عندي liquid سائلة بتنزل طبعا، يبقى هنا liquid سائلة. في number 2 this water is طبعا المية اللي في السحاب دي طبعا بتكون غازية، ده عبارة عن غاز gas. number 4 this water is solid بتكون صلبة. أنا كده عندي page 16 صفحة 16 activities أو activities أنشطة match وصل gas اللي هو عبارة عن غاز يعني، يبقى طبعا ده غاز. hot حار، cold طبعا عندي هنا برد أو بارد، solid صلب، liquid سائل. بعد كده في number 2 look انظر and circle ضع دائرة، طبعا steam بخار و ice تلج، ده عبارة عن بخار steam. number 2 solid صلب ولا liquid سائل، طبعا سائل. صورة number 3 ice تلج طبعا ده ولا water ماء، طبعا ده عبارة عن ماء. ودي gas ولا ice طبعا عبارة عن ice تلج. بعد كده عندي page 17 صفحة 17 عن scramble يعني الترتيب and write واكتب. عندي hot أو hot حار، steam بخار، ice تلج، وعندي liquid بمعنى طبعا سائل liquid. طبعا نكتب الحروف الناقصة write the missing letters water solid gas steam بخار، دي حالة الماء. كده عندي ال choose the correct answer very cold water المية طبعا الباردة جدا بتكون ice تلج. it's solid انها صلبة. number 2 very hot water is a steam المية السخنة جدا بتكون بخار، والستيم بخار بإذ gas solid صلب. number 3 space is liquid اللي بيكون سائل water الماء. rearrange the following words to make meaningful sentences اعد ترتيب الكلمات عشان تعطي جمل مفيدة أو ذو معنى. رتب، نبدأ الأول steam البخار is بيكون a gas يعني غاز. water الماء is بتكون a أو a liquid يعني سائلة. number 3 ice التلج is بيكون solid يعني صلب. استخدم verb to be لوصف الأشياء. بعد كده عند page 19 صفحة 19 look and see number 1 نبص للصورة number 1 والكلمة المكتوب تحتها I like this picture أنا بحب هذه الصورة. it's pink إنها طبعا إيه رمادية أو لونها وردي يعني pink أو وردي. blue وأزرق and yellow أصفر. I can see boats أنا أستطيع أن أرى قوارب، كمان من أن أشوف قوارب أي موجودة. I can see the sea وأستطيع أن أرى البحر. في number 2 wow يا للدهشة يعني it's a picture إنها صورة of the sea للبحر.
كمان the waves الأمواج are high يعني عالية. عندي ال GH لا تنطق high يعني عالية. نشوف طبعا الصورة نمبر 3 بتعبر عن ايه. طبعا نمبر 3 look at the sunset يعني انظر الغروب. the waves الأمواج are low منخفضة. the sun الشمس is going down كمان الشمس بتغرب. the sky is blue السماء زرقاء. pink وردية أو يعني لونها وردي أو اللي هي لون الرمادي. عذرا بينك وردي اند يلو كمان اصفر. اي لايك ذيس بيكتشر بحب هذه الصوره تو ايضا او جدا. يبقى تاني لوك ات ذا sunset ذا ويفز ار لو. ذا sun از جوينج داون ذا سكاي از بلو بينك اند يلو. اي لايك ذيس بيكتشر تو بحب هذه الصوره ايضا. اذا كل طبعا الصوره بتكلم عن الامواج والبحر والشكل اللي قدام عند الغروب. نشوف الأسئلة بيقول لي look انظر read اقرأ and answer واجب. ما هي الموجة؟ what is a wave؟ نوع من القارب ولا water that moves يعني مية بتتحرك ولا water that doesn't move ما بتتحركش. الأمواج عبارة عن ايه؟ مية موجة عن مية بتتحرك. بعد كده السؤال الأخير بيقول لي what can you see ماذا ترى in all في كل the picture الصور؟ boats القوارب waves أمواج ولا بترى ذا سي البحر؟ طبعا انت بتشوف البحر في كل ايه في كل الايه الصور. بعد كده عند بيج 21 21 اكتيفيتيز ماتش وصل. سانسيت معناها الغروب اوصل طبعا الغروب. هاي عالي ال جي اتش لا تنطق. هاي بمعنى عالي طبعا عالي هنا اهو عذرا الاي. ويف موجة طبعا الموجة عندي اي. يبقى نمبر 1 ديت هتكون عندي سي. نمبر 2 هتكون اي عذرا اي. نمبر 3 اي اللي بتكلم عن ويف الموجة. بوت قارب طبعا بتكلم عن القارب عندي دي. لو منخفض طبعا المنخفض عندي مين؟ بي. لو معناها منخفض. بعد كده نمبر 2 لوك انظر اند سيركل وضع دائره على الكلمه الصحيحه. مون ولا سي؟ طبعا سي بحر. بينك بلو بينك معناها طبعا يعني اللي البينك اللي هو الوردي. بوت بوت قارب بيكتشر صوره. بيكتشر عندي هنا بيك والتي يو ار اي تنطق تشر تشر بيكتشر. ريد ولا يالو؟ يالو طبعا اصفر. بيج 22 سكرامبل اند رايت قاعد ترتيب الحروف واكتب الكلمه سي اي اي تنطق اي. بينك وردي ويف موجه بوت يعني قارب. شوف الكلمات الناقصه عندي لو لو خافض. picture احنا قلنا ال U R E تنطق شر picture. وهنا عندي sun set يعني الغروب. high احنا قلنا ال G H لا تنطق. شوف مع بعض الترتيب نبدأ بالفعل بعدين كان والفعل في المصدر اللي هو see. I can see boats استطيع ان ارى قوارب. في نمبر 2 the waves الأمواج are عشان هي جم high عالية gh لا تنطق في الأسطوبة عشان دي جملة خبرية. سؤال نمبر 3 the sun الشمس is going down معناها تغرب. الشمس طبعا بتغرب. يعني أنا like أحب this يعني هذه البيكتشر يعني هذه الصورة. آخر حاجة عندي في الترتيب يبدأ ده استفهام what المساعد is a wave ماذا تكون الموجة أو ما هي الموجة. بيج 23 الفونكس صوتيات الدرس الثالث learn sounds with base beat تعلم الأصوات مع النحلة النشيطة. لاحظ إن طبعا نطق الحرف الـ AR ينطق طبعا كأنه إيه؟ آ. إحنا قلنا حرف الـ A لو جه بعد منه R بينطق آ كأنه مفخم مفخم ننطق آ.
park r park star star. شوف مع بعض بقية الكلمات. يبقى park star art jar 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 car car farm farm farm. يبقى حرف الاي بينطق اه مفخم لو جه بعد منه الار. farm garden garden arm arm اخر كلمه arm. يبقى again اول كلمه معانا park star art jar car farm garden arm. شوف بقى عندنا هنا صوت الاور. صوت الاور sports horse shorts corn 40 40 morning morning. يبقى خدنا صوت الا وصوت الاور اور. بيج 24 24 look read and order. نبدا طبعا نعمل عمليه ترتيب. This is a beautiful park يعني هذه حديقه جميله. في نمبر 2 هنقول there. احنا قلنا بنستخدم there is للتعبير عن شيء موجود مفرد. يبقى there is a واسمه مفرد horse حصان on يعني on the farm في المزرعه. صوت طبعا ال r or. شوف بعد منها عندي نمبر 3 I انا play العب رياضة sports او sport رياضة in يعني في the park arc. وعلى فكرة ساعات بيتنطق اه من غير الار يعني ما نقولش ما تكون ايه park park con. حتى بره حرف الار ساعات ما بينطقش يعني ممكن اقول park park park. ممكن نقول corn 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 corn. شوف بعد كده الـ number 4 there are يوجد للجمع. there are بعد كده اسم الجمع على طول flowers زهور in يعني في the garden الحديقة. بعد كده بيقول لي listen and circle the odd sound out الصوت المختلف. عندي هنا صوت ال R R R. هنا صوتي طبعا عندي هنا تر A A trash A وهنا A A. يبقى ده صوت مختلف. شوف عندي في number 240 هنا R R R لكن هنا أو اللي هو صوت ال O W. هنا O R O R O R اللي هو صوت ال OR. يبقى الكلمة المختلفة عندي هنا flower. في عندي ال parent يعني أحد الوالدين guardian r farm a ja a. يبقى دول طبعا أصوات شبه بعضها ده مختلف. دي هنا p a a ودي هنا a a. بيج 26 26 farm المزرعة sport sport رياضة corn ذرة. بعد كده عندي ستار نجمة شورت اللي هو طبعا شورت. عندي ده الهورس الحصان arm ذراع. ده طبعا الكار ده جار جار حرف الجي انت كأنه ده الجيم كده ج جار جار. بيج 27 27 scrambled and right على ترتيب arm arm farm art 40 park or. وهنا برضو ال or وهنا ال r r.
ترتيب this is a أو a صفة الأول وبعدين عندي الاسم المفرد. This is a beautiful park. هذه حديقة أو منتزه جميلة. Number two, there are واسم جامع عندي flowers. يوجد زهور in the garden الحديقة. Number three, this is my صفة ملكية بحتاج الاسم على طول arm ذراعي هذا يكون ذراعي. I أنا play ألعب sport رياضة in يعني في the park الحديقة فاعل فعل والمفعول وعندي هنا حرف الجر والمكان. بعد كده عندي page 32 pick معناها يلتقط أو يجمع. هنا no معناها لا. parents الوالدين. هاني and هانا went to the park راحوا الحديقة with their parents مع والديهم. parents موت هنا liked the flowers يبقى هانا حبت الايه الزهور يبقى هانا liked the flowers حبت الزهور she wanted أرادت to إن هي pick تقطف أو تجمع pick لا تقطف the flower زهور mom said mom قالت لها أي no لا. river نهر protect معناها يحمي trash قمامة recycle معناها يعيد تدوير. Hani wanted to throw هو أراد أنه يرمي trash القمامة in the river في النهر. That say they can يعني والده قال له يمكنك ان انت تعمل لها قال له they can يمكنك ان انت تعمل لها recycle. recycle معناها تعيد تدويرها it اتهم في المنزل. remember تذكر to ان انت تعمل ايه ان انت تحمي البيئة تحتك اللي هي protect. protect our environment يعني بيئتنا. بعد كده نشوف التصرف الصحيح بيقول لي look and put true or false يعني طبعا ابدا حط صح او غلط للتصرف الصحيح او التصرف الخطا حط خطا. شوف مع بعض الاول بيقول لي فين عندي هنا بيقول لي I threw trash in the river انا ارمي القمامه في النهر طبعا صح ولا غلط طبعا غلط تصرف خاطئ نحط غلط. نمبر عندي هنا برضو في يعتبر نمبر 2 I don't throw trash in the river انا لا ارمي القمامه في النهر ده تصرف كويس. I put trash أنا أضع القمامة in the trash can في سلة القمامة تمام true صحيح. I don't put trash in the trash can أنا لا أضع القمامة في سلة القمامة أو الزبالة لا طبعا تصرف خاطئ. بيج 34 activities أنشطة parents الوالدين pick معناها يجمع أو يقطف أو يلتقط recycling bin اللي هي طبعا سلة إعادة التدوير throw يرمي عذرا عشان الكلمات trash معناها قمامة أعزكم الله. parents الوالدين أو parents الوالدين أهم دي الإجابة عندي طبعا هوصلها بدي. pick يلتقط أو يجمع الإجابة عندي E. recycling pen اللي هي سلة القمامة أو إعادة التدوير اللي هي A. throw يرمي B. trash طبعا القمامة اللي هي C. pick يقطف او يجمع او يلتقط pi والسي والكي بيعمل صوت الك flower زهره throw يرمي او ده بتنطق او طبعا حرف تي اي تي اتش تنطق كانه بتعمل صوت الثاء والاو ده بتنطق او throw ودي trash يعني القمامه الاس اتش بتعمل صوت الشين trash. number 3 read and put true or false I don't throw trash أنا لا أضع القمامة on the grass على العشب لا طبعا دي خطأ هو بيضع القمامة على العشب. number 2 I pick flowers أنا أقطف الزهور تمام صح true.
هي بتقطف الزهور. Page 35 35 I plant a tree أنا أزرع شجرة صح. I recycle أنا بعيد تدوير تمام true صحيح. شوف مع بعض عندي choose the correct answer. Don't محتاج المصدر يبقى pick. احنا قلنا don't ده فعل طبعا ايه أمر منفي زائد المصدر بدون أي إضافات من هنا فائس. Don't ايه pick the flowers لا تقطف الزهور. So number 2 let's محتاج المصدر برضو بدون أي إضافات يبقى هنا don't ايه بقى the park clean لا ترمي ايه بقى الحديقة clean لا هيا نحافظ يبقى let's keep the park clean هيا نحافظ على الايه الحديقة نظيفة. سؤال نمبر 3 let's put the trash in the trash can في سلة القمامة هيا نضع القمامة في سلة القمامة. This بتاخد is ليه a beautiful park a ما تدل على المفرد معناها واحد من إذا محتاج إيه هنا حديقة جميلة مفرد يبقى هنا هي اسم إشارة للإشارة لاسم مفردة. This is a beautiful park هذه حديقة جميلة. This is a beautiful أو a beautiful park. مع بعض تاني في number 5 rearrange the following words to me to make meaningful sentences اللي طبعا تعطي جمل مفيدة. I نبدأ بالفعل plant نزرع trees أشجار. number 2 I فعل don't الفعل في المصدر فعل don't الفعل في المصدر I don't throw أنا لا أرمي trash القمامة. So number 3 we نحن فاعل can الفعل في المصدر we can recycle يمكن إعادة تدوير trash القمامة. So number 4 I يعني أنا فاعل فعل عندي protect our أنا أحمي protect our environment بيئتنا. بيج 38 38 اكتيفيتي نشاط بلانت نبات كورن ذرة تراش كان سلة القمامة هورس حصان رينبو قوس قزح. شوف بقى بلانت نبات في الاي نوصلها في اي كورن ذرة بدي دي تراش كان بسي هورس ب E rainbow ب B شوف طبعا نختار عند البينش مقعد ويف موجة ده طبعا عالي هاي شاور العالي اهو فارم مزرعة ولا بارك حديقة فارم مزرعة. شوف مع بعض عندي تاني تحت الترتيب عندي grass عشب star نجمة river park page 39 read and put true or false I put trash أنا بضع القمامة in the trash can تمام true صح. The waves الأمواج are low منخفضة تمام صح. It's gas ده غاز لا طبعا هنا liquid سائل يبقى هنا غلط. This is ice يعني هذا بيكون تلج صح. Sport ال OR jar ال ER 40 ال OR short ال OR shorts. Rearrange the following words to make meaningful يعني جمل مفيدة sentences I يعني أنا play sports أنا بلعب رياضة in the park حديقة. هنا هذه الفاعل فعل likes تحب the flowers زهور فعل فعل مفعول.
don't احنا قلنا don't ده أمر منفي، don't محتاج المصدر، don't pick لا تقطف the flowers زهور. number four let's يجي بعد منها الفعل في المصدر اللي هو بدون أي إضافات. let's keep هي نحافظ keep it نتكلم على الحديقة يعني. let's keep it beautiful هي نحافظ عليها هي جميلة beautiful. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.